طبعا ومشرفنا الحقيقه معالي النائب تامس الخلق، كان استجابته سريعه جدا في تلبيه دعوه للحضور. معانا رئيس لجنه حقوق الانسان في البرلمان المصري وعضو البرلمان العربي سياده النائب علاء بيه عابد. اهلا وسهلا، تشرفنا ومنورنا يا فندم. الذي يعني يعطينا التفاؤل اروح لسياده النائب على عابد رئيس لجنه حقوق الانسان. برحب بحضرتك مره ثانيه. البرلمان المصري والعربي بطبيعه الحال هم اعمده رئيسيه، وخاصه البرلمان المصري في بلدنا وطننا. كلمنا بقى عن دور البرلمان المصري والعربي في دعم هذه العلاقات بكل انواعها وكل محاورها، دعم العلاقات المصريه الافريقيه. اتفضل. مساء الخير على حضراتكم جميعا. الحقيقة اسمحوا لي بس اقول لحضراتكم ان اللي قاعد هنا غير اللي قاعد تحت. اللي قاعد تحت شايفنا كويس، احنا يمكن مش يعني عشان اضاءة في عينينا، فمش بالاضافة للرهبة ان انت بتجي، يمكن انا في البرلمان وبصول واجول لان اتعودت، ولكن لما بقاعد في ملتقى الهناجر الثقافي ومع القامات الكبيرة دي يبقى لازم كل كلمة تبقى بحساب، فاسمحوا لي ان انا احييكم انتم. طبعا انا بحيي دكتورة ناهد ودكتورة مشيرة ودكتور سمير دكتور رمضان، وبحيي حضراتكم، بحيي طبعا السادة السفراء والمستشارين والحضور الكريم. والحقيقة العنوان نفسه الخاص بالندوة ماذا نريد من أفريقيا والتنمية المستدامة، وزي ما أشارت معالي السفيرة مشيرة خطاب إن أهداف التنمية المستدامة كلنا عارفينها 17 هدف، ولكن أهداف التنمية المستدامة في حقيقتها أتت بها جميع الرسالات السماوية اللي هي العدالة الاجتماعية، سواء بقى تعليم، سواء صحة، سواء أمن، سواء سلام، سواء حق في السكن، سواء حق في الحياة الآمنة، كل دي في الآخر هي رسالات سماوية وترجمت بعد كده من خلال اتفاقيات، سواء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو مبادرات باريس أو الميثاق العربي لحقوق الإنسان أو الاتحاد الأفريقي لما ترجموا برضو الأهداف 6-7 أهداف خاصة بيها. الحقيقة احنا استمعنا لشرح كبير جدا وعظيم من سعادة السفيرة مشيرة خطاب وطبعا من الدكتور سمير صبري، والحقيقة أنا دايما بسأل نفسي لما بسافر في أي مطارات أو أي حتة، يعني لما بدخل بيقول هنا مثلا الجنسيات الأخرى، هنا الأوروبيين، هنا الأمريكان، هنا الأجانب، بالرغم إن أمريكا وأوروبا دي قارة، هو احنا ليه ما عندناش سكة حديد بتمشي مثلا من بداية من أقصى الشمال، من أول مصر مثلا أو أي دول في شمال أفريقيا لغاية جنوب أفريقيا؟ ليه؟ احنا ايه المشكلة عندنا ان احنا يبقى عندنا اتحاد كونفدرالي لل 55 أو 54 دولة، بالرغم ان احنا عندنا منظمات قوية، منظمة السلم والأمن، منظمة الاتحاد الأفريقي، حتى في كرة القدم هي لغة بين الشعوب، واحنا شفنا الاتحاد الافريقي لكرة القدم بينظم بطولات وبيطلع لاعبين كرة قدم سفراء، شفنا محمد صلاح، ساديو ماني، صامويل إيتو، كتير يعني عشان ما تخنيش الذاكرة، والحقيقة بيبقى ليهم تأثير كبير جدا، وبيقول بالرغم من الظروف الصعبة اللي بيعيش فيها إلا إنه وصل للعالمية. طب احنا اللي ناقصنا ايه عشان نوصل للعالميه؟ هل مجموعه لوجستيات، شويه سكك حديد، شويه قطارات مثلا، طيران عشان يبقى في اتفاقات اقتصاديه او تبادل تجاري، ولا ناقصنا الاراده الحقيقيه؟ ده احنا اللي بنسال عليه. الاراده الحقيقيه اعتقد انها بعد ثوره 30 يونيو 2014 موجوده، واحنا الاراده الحقيقيه موجوده بالادله. اولا واحنا حاضر معانا سياده المستشار مصطفى مساعد وزير الخارجيه من وزاره الخارجيه، موجود معانا وهو مسؤول عن الشؤون الافريقيه، مجرد ما عرف ان في ندوه موجوده بهذا الشكل موجود،